السلام عليكم مشاهدينا، نشرة أخبار المساء من قناة حلب اليوم نبدأها بالعناوين. ميليشيا حزب الله اللبناني تبدأ بإدخال الوقود الإيراني إلى لبنان عبر سوريا. حكومة النظام تفرض موافقة أمنية لتنظيم وكالات الغائب والمفقود، وحقوقيون يعتبرون الإجراء غير قانوني. فيروس كورونا يحصد المزيد من الأرواح شمال غرب سوريا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. برفقة ميليشيا حزب الله اللبناني وصلت قافلة الصهاريج المحملة بالمحروقات الإيرانية إلى لبنان عبر الحدود البرية قادمة من مناطق سيطرة النظام، بعد أن أفرغت الباخرة الإيرانية حمولتها في مرفأ بانياس بالساحل السوري. بعد طول انتظار وصلت المحروقات الإيرانية إلى لبنان. صهاريج قادمة من الساحل السوري تعبر الحدود برفقة ميليشيات حزب الله إلى الأراضي اللبنانية. موكب الشاحنات الذي وصل إلى لبنان على دفعتين أتيا من سوريا يبلغ 40 شاحنة تحمل 2 مليوني لتر من مادة المازوت من أصل ما يفوق 1300 شاحنة. ستنقل أول شحنة من النفط الإيراني على دفعات بعد أن أفرغته السفن الإيرانية في مرفأ بانياس وفقا لموقع الحرة. فيما وصفت قناة المنار التابعة لميليشيا حزب الله موكب الشاحنات بقوافل فك الحصار الأمريكي. تسجيلات مصورة أظهرت قيام موالين لميليشيا حزب الله اللبناني بضرب قذائف RPG وإطلاق الرصاص بين المناطق السكنية احتفالا بقدوم المحروقات. صور لاقت ردود أفعال غاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل ناشطين لبنانيين. دفعة المحروقات سبقها تصريح للأمين العام لميليشيا حزب الله اللبناني حسن نصر الله بأن أول باخرة نفط إيرانية وصلت إلى مرفأ بانياس الأحد الماضي وبدأت بتفريغ حمولتها تجهيزا لنقلها إلى الأراضي اللبنانية، فيما ستصل باخرتين إلى المرفأ ذاته خلال الأيام القليلة المقبلة على حد وصفه. ونحن ما جايين عم نقول نريد أن نؤمن حاجات كل السوق اللبناني، لأنه قلنا مش جايين ننافس الشركات، نحن جايين نعمل إضافة نوعية وكمية مهمة جدا إلى جانب ما هو موجود، وبالتالي نبذل هذا الجهد. الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايز أكد في وقت سابق أن العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية لازالت قائمة، لكنه لم يوضح ما إذا كانت واشنطن تدرس اتخاذ إجراءات ضد لبنان بسبب خطوة ميليشيا حزب الله اللبناني. وبالتوازي مع وصول النفط الإيراني عبر سوريا إلى لبنان، يقول رئيس التيار الوطني الحر في لبنان جبران باسيل إنه بحكم الطبيعة والجغرافيا ستعود العلاقة بين لبنان ونظام الأسد. ينضم إلينا السيد فرانكو عبد القادر محلل سياسي لبناني من زيوريخ. مرحبا بك سيد فرانكو. اليوم تم إدخال الدفعة الأولى من المحروقات الإيرانية عبر نظام الأسد وبرفقة من عناصر تابعين لميليشيا حزب الله، وهم جميعا على قائمة العقوبات الاقتصادية الأمريكية. ما هو تعليقك سيد فرانكو على هذا الموضوع؟ بداية تحية لكم وللمشاهدين الكرام. أهلا وسهلا. لابد أن نعي أنها نقلة نوعية من نقل السيادة اللبنانية إلى جماعة وميليشيا إيرانية تحتكر الأمن والأمان وتسيطر على كل مقومات الدولة وأهمها الحدود. ولقد رأينا بأم العين كيف أنها أدخلت تلك المواد، مادة المازوت وآخره، بعرادة عسكرية. إنه تدمير لمبدأ السيادة وضربة قوية لهؤلاء الذين يتغنون بالسيادة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية، وخاصة
لرئاسة الجمهورية. مع الأسف يعني لبنان أصبح متبعاً من دولة حزب الله. الأمور طبعاً أصبحت علانية تحت قيادة الحزب وأمينه العام، وبالتالي على سيادة العوض كما يقال. يعني هذا شيء يخالف طبعاً كل الأسس الوطنية التي يحرص عليها وعلى دائما ويحرص على قولها رئيس الجمهورية، والفريق الذي انتخب رئيس الجمهورية ومنه طبعا أعني تيار الوطن الحر برئاسة صهر الرئيس جبران باسيل. هناك انعكاسات أيضا غير ربما تكون انعكاسات خارجية، هناك انعكاسات على الداخل اللبناني، كيف سينعكس هذا الموضوع داخليا؟ يعني طبعا مبدأ المقاومة كما يسمونها فريق الذي يملك السلاح أثبت مرة جديدة أنه هو الأمر الناهي في لبنان، وهو يسيطر على كل شيء في لبنان. هذا سينعكس سلبا على الشعب اللبناني والفئات الأخرى من اللبنانيين التي ليس لها لا حيلة ولا قوة حول ما يحدث لها من فقر وحالة اجتماعية ميؤوس منها ولا آخره. وإذ نرى أن جماعة حزب الله الإيرانية تدخل الوقود وتسيطر على موارد الداخل لبنان، وتسيطر أيضا وهي تقرر من يستطيع أن يحصل على مادة المازوت والبنزين ومن لا يقدر. يعني هذا تسلط واضح على الدولة اللبنانية. اللبنانيون الوطنيون المستقلون طبعا لا يعجبهم هذا الأمر، يعني الوضع أصبح متفلت، وبالتالي هم أصبحوا لا يثقون بهذه الدولة التي يقودها حزب الله. أشكرك سيد فرانكو عبد القادر محلل سياسي لبناني، حدثتنا من زيورخ، شكرا جزيلا لك. سمحت حكومة النظام بتصدير ذكور الأغنام والماعز الجبلي حصرا وبكميات معينة حتى نهاية تشرين الأول المقبل. وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام إن القرار يلزم المصدرين بإعادة مبلغ 500 دولار أمريكي مقابل كل رأس مصدر أو استيراد رأس مقابل كل رأس صدره، مشيرة إلى أن المصرف المركزي سيرصد 50% من القطع الناتج عن التصدير لمصلحة استيراد مستلزمات الإنتاج الزراعي للموسم المقبل. وفي السياق ذاته، اعتبر الخبير التنموي لدى النظام أكرم عفيفي في حديثه لصحيفة البعث التابعة للنظام، اعتبر قرار السماح بتصدير الأغنام والماعز الجبلي كارثيا. وأوضح عفيفي أن القرار سيحمل تأثيرات سلبية على عدد القطيع وقطاع المنتجات الحيوانية، منتقدا شرط إلزام المصدر بإعادة 500 دولار مقابل كل رأس واصفا إياه بالمجحف. كشفت دراسة أعدها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات عن أن القرارات الأخيرة الصادرة عن إدارة التخطيط الاقتصادي في حكومة النظام جاءت لتستنزف ما بقي من مقدرات الفئات الفقيرة والهشة لمصلحة أمراء الحرب. وأضاف المركز أن الأطراف المستهدفة بالعقوبات باتت تستهدف بدورها دخل المواطنين البسطاء لتعويض خسائرها، في وقت أكدت فيه تقارير أممية أن سوريا تكبدت خسائر اقتصادية مباشرة وغير مباشرة تقدر بنحو 442 مليار دولار خلال 8 سنوات من الحرب. الموافقة الأمنية هي مضمون قرار وزارة العدل التابعة للنظام حول الوكالات القانونية للغائبين أو المفقودين، تعميم أثار جدلا واسعا حول تعارضه مع القانون في مناطق سيطرة النظام. المزيد في التقرير التالي. تعميم يناقض القانون،
هكذا بدا قرار وزارة العدل التابعة للنظام حول فرض موافقة أمنية على كل من يضطر لاستخراج وكالات قانونية عن الغائب أو المفقود لتمرير معاملات المواطنين في مناطق سيطرة النظام. التعميم الجديد الذي وصفه الكثير من السوريين بالمفاجئ لاقى ردود فعل مستهجنة ومعترضة على مواقع التواصل الاجتماعي من حقوقيين وخبراء تحدثوا عن تناقضه مع القانون. طلب الموافقات الأمنية بالمجمل يفتقد للشرعية القانونية ولا يتوافق مع مبدأ سيادة القانون المنصوص عليه في المادة 50 من الدستور السوري. ليس ذلك فحسب، إذ يعطل هذا التعميم مصالح الموقوفين والمطلوبين للنظام حتى المتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية، يقول محام في مناطق النظام لموقع السوري نت. بالمقابل فسرت الوزارة التعميم بالقول إن هناك وكالات كثيرة تصدر عن أشخاص يتبين لاحقا أنهم ميتون أو ملاحقون بما وصفتها جرائم خطيرة. كما اعتبرت الوزارة أن الموافقة الأمنية هي مرفق أساسي من مرفقات طلب الحصول على الوكالة، دون الإشارة إلى أي استثناء للوكالات الروتينية مثل الزواج وتثبيت النسب والحفاظ على حقوق الغائب. مصادر حقوقية خاصة لحلب اليوم أشارت إلى أن الموافقة الأمنية المطلوبة تحتاج لعدة أشهر لاستخراجها، وهو ما يعطل مصالح الكثير من السوريين وخاصة من هم خارج الأراضي السورية. القرار الجديد سبقه قرار مشابه من وزارة العدل في شهر آب من العام الماضي، حيث فُرضت الموافقة الأمنية أيضاً من أجل إجراء أي معاملة عقارية، معللة القرار بأنه يمنع من وصفتهم بالإرهابيين من التملك أو التنقل. التقى المبعوث الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ميخائيل بوغدانوف مع وفد من مسد في العاصمة الروسية موسكو. ووفق بيان لمسد فقد تم بحث تطورات الأوضاع بمناطق شمال شرق سوريا ومستجدات العملية السياسية وضرورة مشاركة مسد في الحل السياسي لسوريا وفق القرار الدولي 2254. وأشار بيان الخارجية الروسية إلى أهمية مواصلة الحوار بشكل فعال بين قسد والنظام. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل افتتاح مركز لتعليم الرسم في مدينة عفرين بريف حلب. مرحبا بكم الجديد في نشرة أخبار المساء من قناة حلب اليوم. أعلن الدفاع المدني عن نقل 6 جثث من مشافي ومراكز العزل الخاصة بفيروس كورونا شمال غرب سوريا ودفنها وفق الإجراءات الاحترازية، كما نقلت الفرق أكثر من 40 إصابة بينهم نساء وأطفال إلى مراكز العزل. وقال الدفاع المدني إن هناك ارتفاعا كبيرا في مؤشر الخطورة وتزايد أعداد الإصابات بشكل كبير نتيجة انتشار المتحور دلتا في ظل إشغال كافة المشافي وعدم القدرة على استيعاب المزيد من الإصابات،
منوها لضرورة التزام الأهالي بإجراءات الوقاية. ينضم إلينا منصور صبرا مراسل حلب اليوم من ريف إدلب. مرحبا بك منصور. كورونا يواصل الانتشار شمال غرب إدلب، صف لنا الأوضاع هناك. نعم إبراهيم، حقيقة إبراهيم هو حالة الانفجار كما وصفتها مديرية الصحة في إدلب. نعم انتشار الفيروس هنا في محافظة إدلب بأعداد كبيرة، يوميا هناك أكثر من 1000 إلى 1500 إصابة تسجل في ريف شمال غرب سوريا، قرابة ثلثاء هذه الإصابات في محافظة إدلب وخاصة في منطقة حارم وسلقين وكفة تخاريم والقرى والبلدات المجاورة لها وهي تقع في ريف إدلب الغربي. بالطبع هذا الارتفاع الكبير بعدد الإصابات وخاصة مع ظهور متحور دلتا وهو سريع الانتشار وأيضا يظهر على المصابين به أعراض شديدة تسبب ضغطا كبيرا على القطاع الصحي هنا في محافظة إدلب، حيث باتت الآن جميع المشافي التي تستقبل مرضى كورونا نسبة الإشغال فيها 100%. منصور، هناك تنويه من الدفاع المدني للأهالي بالالتزام بإجراءات الوقاية، وهذا التنويه كان منذ بدء انتشار كورونا حتى الآن. في ظل هذه الموجة الجديدة، كيف تبدو حركة الأسواق في ظل الدفعة الجديدة من انتشار متحور دلتا؟ بالطبع إبراهيم، من خلال قرار حكومة الإنقاذ والذي اتخذ قبل فترة وبدأ بتطبيقه، بدأت الحكومة بتطبيقه مع بداية هذا الأسبوع، كان هناك إخلاء للأسواق الشعبية سواء البازارات أو أيضا أسواق الحمام والمواشي والعديد من هذه الأسواق، لكن أسواق الخضار والفاكهة والأماكن التي تتسوق بها الناس احتياجاتها اليومية لا تزال حتى الآن تعمل، تشهد اكتظاظا كبيرا مع للأسف هناك عدم التزام من الأهالي بإجراءات الوقاية الفردية. نلاحظ قلة بعدد الأفراد الذين يرتدون الكمامات. أيضا لابد من الإشارة إبراهيم أن فرق الدفاع المدني ومديرية الصحة وفرق متطوعة هنا جميعها تناشد منذ أكثر من شهر للناس من أجل الالتزام بإجراءات الوقاية الفردية، لكن حتى الآن لا تزال هذه الاستجابة ضعيفة جدا. بالنسبة لتلقي اللقاح منصور، هل اللقاح متوفر وهل هناك أي إقبال من الأهالي على تلقي اللقاح؟ بالطبع إبراهيم، نعم إبراهيم، ثلاث شحنات من اللقاحات كانت قد وصلت إلى محافظة إدلب. أكبر هذه اللقاحات هو الشحنة الأخيرة وتبلغ قرابة 360 ألف لقاح. هناك نسبة جيدة من الأهالي بدأت وخاصة من كبار السن والذين يعانون من الأمراض المزمنة، إضافة إلى الأشخاص الذين يعملون بالشأن العام بدأوا بالمبادرة إلى مراكز اللقاح وتلقي هذه الجرعات، لكن نسبة الملقحين حتى أو نسبة اللقاحات التي وصلت إلى المحافظة لا والذين تم حتى الآن أخذ اللقاح لا تتجاوز 2% من عدد الأهالي هنا في المحافظة إبراهيم. أشكرك منصور صبرا مراسل حلب اليوم، حدثتنا من ريف إدلب. قتل وأصيب عشرة عناصر من قوات النظام جراء استهداف سيارتهم بعبوة ناسفة في محافظة درعا بحسب مراسل حلب اليوم. وأوضح مراسلون أن مجهولين استهدفوا سيارة طعام لقوات النظام قرب بلدة الفقيع شمال درعا، ما تسبب بمقتل وإصابة العناصر العشرة الذين كانوا يستقلونها. أضاف مراسلون أن قوات النظام مشطت المنطقة وفتشت المزارع القريبة منها، كما قصفت القرية بعدة قذائف مدفعية لم تسفر عن إصابات بشرية. وفي درعا أيضا تستمر عمليات التمشيط التي يقوم بها عناصر النظام في بلدة المزاريب بالريف الغربي، استكمالا للاتفاق المبرم بين اللجنة المركزية والنظام بحضور الضباط الروس بحسب وكالة نبأ الإخبارية. هذا وستشمل عمليات التسوية مناطق عدة في الريف الغربي. وأظهرت صور بثتها وكالة نبأ المحلية أعدادا كبيرة لعناصر النظام، قالت إنهم تجمعوا في بلدة المزاريب لإتمام عمليات التمشيط والتسوية. أعلن رئيس فرع مكافحة جرائم المعلوماتية التابعة للنظام لؤي شاليش أن الرموز التعبيرية أو الإيموجي يمكن أن تورط صاحبها فيما يعرف بالجريمة الإلكترونية في حال استخدامها بطريقة غير صحيحة، ويمكن وصفها بالجريمة مثل السب والقذف والتحرش
وصولا إلى التهديد بالقتل في حال التأكد من جديتها. وقال شاليش لصحيفة البعث التابعة للنظام إن مستخدمي الشبكة قد يتورطون في جرائم إلكترونية من دون قصد في حال استخدام رسائل مكتوبة أو صوتية أو صور أو رموز تعبيرية توحي بقصد مرسلها. تشارك 300 سيدة معيلة لأسرتها في تدريب لتعليم السيدات الأساليب الحديثة في تصنيع المنتجات الغذائية. التدريب الذي أطلقته هيئة الإغاثة الإنسانية الدولية في ريف حلب يستمر لأشهر ويهدف لتمكين المتدربات من تحقيق الاكتفاء الذاتي عبر مشاريعهن الخاصة. تحضير المنتجات الغذائية وفق الطرق العلمية الحديثة مهارة تقبل عشرات السيدات على اكتسابها من خلال حضورهن تدريبات نظرية وعملية تقيمها هيئة الإغاثة الإنسانية الدولية، وتستهدف 300 سيدة معيلة لأسرهن في شمال غرب سوريا. علمناهم أول شيء اختبار المواد الأولية مثل الحليب مثلا، أنه كيف ممكن تحصل على كميات الحليب الكبيرة ذات جودة عالية. علمناهم اختبار وحصولا على المادة الأولية، كيف بيحصلوا عليها، إيش نوعية الخضار اللي ممكن تستخدمها، إيش نوعية الخضار اللي بتطرح في كل موسم إلها. بعد ذلك علمناهم عملية حفظة وتخزينة. بعد وبالمرحلة الأخيرة علمناهم أنه يراقبوا جودة هاي المواد الغذائية. 16 جلسة تدريبية تمتد لأشهر عدة تخضع لها السيدات المتدربات، يتخللها 4 دروس نظرية تنتقل بعدها المتدربات للتطبيق العملي، حيث يتعلمن الأساليب العلمية في التجفيف وحفظ الأغذية بالتعقيم، إضافة إلى إنتاج مشتقات الحليب من الألبان والأجبان. كما تركز التدريبات على اكتساب السيدات مهارات تحضير الكميات الكبيرة من المنتجات الغذائية. شفت إعلان المشروع هذا بالمجلس المحلي وحبيت أني سجل فيه مشان يكون معيلة لأولادي، عندي أولاد أيتام، وأنه أتعلم شغل استفيد منه وأطلع من بيتي، أنه ضمن بيتي. والمشروع كان كتير حلو وتعلمت فيه شغلات كتير حلوة، وهلأ نحن والصبايا تعلمت اني ساوي جبنه، انا ما بعرف ساويها كنت، وانه اغلي حليب كيف صح ولا غلط، اني ساوي لبن، ساوينا مربى الكرز والمشمش. مشروع تصنيع المنتجات الغذائيه لا يقتصر على تقديم الخبرات، بل يتخلله دعم مالي للمتدربات يمكنهم من شراء المعدات والمواد الاوليه والتي تدخل في انتاج الصناعات الغذائيه. كما يحاول المشروع تعليم السيدات مهارات الاداره والتسويق، وصولا إلى تحقيق السيدات مردودا ماليا من منتجاتهن. تسعى المتدربات المشاركات في هذا البرنامج إلى اكتساب الأسس العلمية في تصنيع وتجفيف المواد الغذائية، وصولا إلى افتتاح مشاريع خاصة صغيرة وتسويق منتجاتها. من ريف حلب الغربي، منصور صبرا، حلب اليوم. أسس غالب حسون الرسام الحائز على شهادة أوروبية في الرسم المائي مركزا لتعليم الرسم، حيث ضم المركز 27 رساما ورسامة في مدينة عفرين بريف حلب. 27 رساما ورسامة جمعهم مركز بدايات للرسم. غالب حسون رسام حاز على شهادة في الرسم الزيتي من دولة أوروبية. أسس المركز في مدينة عفرين شمال حلب، ويعمل على نقل هذا النوع من الرسم للجيل الحالي. شهادتي سيرتيفيكاتا دي سيني انترويري من ايطاليا بالرسم الزيتي. اقمت هذا المركز لتدريب المواهب الشابه من الفتيان والفتيات الرسامين اصحاب المواهب البسيطه. قبل ذلك قمنا بدوره تدريبيه مجانيه، قمنا بهذه الدوره تم انتاج 65 لوحه، اقمنا معرض الحمد لله نال اعجاب الجميع، وكانت الامكانيات كثير بسيطه، ولكن المتدربين لديهم الثقه بانفسهم ويريدون ان يصلون الى مرحله افضل. انا اريد ان انقل هذا الفن من مرحلتي الى المرحله الجديده هنا للفتيات الصغيرات والمتدربين الجدد. وئام دياب رسامه لم تتجاوز 18 من عمرها، تمضي اغلب وقتها في المركز، فالرسم هوايتها منذ الصغر، وباتت الآن تتقن الرسم بالرصاص والفحم وتطور مهاراتها في الرسم الزيتي، حيث أتاح لها المركز هذه الفرصة المجانية.
بدي أوصل لثمرة نجاحي اللي أنا بحلم فيها وبطمح فيها، إنه أنتج لوحات واقعية، لوحات فيها إحساس، فيها حواسي كلها بهي اللوحة. بتمنى أني أصير رسامة مشهورة جدا، بتمنى أني أحقق كل يلي بطمح فيه. الاهتمام بالرسم والرسامين غائب في عموم الشمال المحرر، ويحاول الرسامين إيجاد مكان لهم ولفنهم عبر إقامة الأنشطة والمعارض بين الحين والآخر لجذب الاهتمام والدعم لتطوير عملهم. أتاح مركز بدايات الفرصة للرسامين لتنمية مواهبهم وتحقيق أحلامهم، حيث يقدم المركز نوعا مختلفا عن الرسم التقليدي الذي اعتاد عليه الجمهور. ماجد العمر، حلب اليوم، عفرين. بهذا نصل وإياكم مشاهدينا إلى نهاية نشرتنا. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني ظاهر أسفل الشاشة halabtodaytv.net. دمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.